صباح الخير. صباح النور، لوين رايحة؟ بدي روح على المدرسة عمتي، بس بتعرفي أنا في عندي كتير تفاؤل إني رح أقدر درس هالطلاب، مع إنه عم فكر أنا بقدر على هالشغلة ولا ما بقدر. يلا هذا أول يوم، إن شاء الله الله يهون عليكي يا بنتي. بابا أنت بتحب تجي معي على المدرسة؟ لا، الله يقويكم على الشغل. ماشي. الصبح طلع عليه وهو مو نايم لسه، شو بدنا نعمل بقصة ليلى هي يا بنتي؟ مو قبلانة تسمع كلامي بنوب، شو عنيدة؟ عمتي أنا رح أمرق قبل الدوام لعند فخرية لشوفها، ورح جرب حاكي ليلى ومنشوف، وأنا طالعة بكير لهالموضوع. طيب يا بنتي، روحي شوفي. يلا، روحي لعنده. طيب. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. من الصبح مبين مروق الحلو. ايه، الشركة كل نهار عم تتحسن أكتر، خلصت أزمتنا، ولو ضل وضعنا هيك منرجع كتير أحسن من الأول. ابني المعلم هذا هو، أنا واثق فيك يا مجد. شكرا كتير. هلأ أنا ماشي، عندي شغل مهم بالشركة. أنت لا تضغط على حالك ولا تتعب. والله بهالفترة المفروض كون هيك. شوفكم. شوفي أريج، ليش متوترة كل هالقد؟ شو مو شايف يا كريم؟ ماجد كل يلي بهمه هلأ إنه يصلح الأمور بالشركة بأسرع وقت. بعتقد بس نخلص من موضوع الأزمة رح يفقس الخطبة وكل هالسعادة اللي بوشه لهالموضوع هاد. مو بسهولة ممكن يصير هيك. هالشي بعرفه، بس ماجد ما بيعرفه. صباح الخير. ناري ماني منيح اللي اجيتي. شوف يا آسيا، أنا طلعت روحي كمال، الدكتور مو قال بدي أمشي كل يوم شوي؟ وكمان هالشي ممنوع؟ إذا مشيتي من أوضة لأوضة بتنقي وبتتوجعي بالبيت. خليكي قاعدة بيكون أحسن. كأني أنا جبت صمدية مو كنة وحطيتها بهالقرنة. قومي اعملي قهوة وحركي رجليكي. شوفوا ما أوقعها، ما قلت لها قومي؟ رح تضل هون للجكر. تركية قاعدة هدى، شبك يا عيني عليك. شو كأنك ما سمعت شي إسماعيل؟ كنتنا مقضية طول الوقت قاعدة ومو مبسوطة. بدبر لك حل. خدي هدول تعملي لابنك شي، من جهة انت تسلي بالشغل ومن جهة بتخففي على العيلة شوية تقل ومصروف.
لك حاجتك خلاص. شو ما عم تفهمي إنه ماني مبسوطة؟ آسيا لك كمال اتركني. حنروح مشوار. آسيا آسيا ليك ليك، هدول مشيو اسماعيل. هاد ابنك مو مقدرني بنوم اسماعيل بيك. والله هالبنت صايرة عم تاخد له عقله للولد. لك انت مو شايف يلي عم يصير ببيتك بنوب؟ اترك هي من ايدك لشوف. الكنة وجوزة طلعوا يتمشوا وما عبروني بنوب. لك هدى بعيني سكوتك لو سمحتي، والله ما عاد متحمل صوتك. روقي قبل ما يطلع خلقي عليكي. ليلى انت مو ناوية اليوم ترجعي على البيت؟ ابوكي وانا مستحيل نتفاهم ولا منتفق. بس هالوضع ما بيجوز يضل. عمتي كمان واقعة بين نارين والقصة مو سهلة. عن جد إنه كلامك أثر علي وتفكيرك بعمتك حبيبتي، بس هلأ عندي شغل ولازم أمشي لأني تأخرت. شوفكن. ناريمان أنت لساتك معصبة مني؟ إيه يا فخري. لك يا أخي اسمعني بقى، بوس ايدك اسمعني للاخر، بالاول اسمع كل الموضوع واعمل اللي بدك اياه. هذا اللي صار معي الله وكيلك ولو، هنن اصلا بدهم يلتقوا بمساعدتي او مساعدة غيري، شو فرق معك هلا؟ بس ما يكون اللي عم يساعدهم انت، الفرق كبير. يا زلمه انا ما عملت شيء ابدا معك، بس دقيقة شو دخلك بناريمان هلا؟ يا سيد عاصي ما تعمل هالجفصات معي بنوب، ببوس ايدك، خلصنا بقى. موعد كل اللقاءات عندك ليلى، اليوم مهم كتير وما بدي أي مشاكل أو غيره، مفهوم؟ وأنا كمان عندي اجتماع تمهيدي ولازم يكون كل شيء مظبوط ومنيح وتحت السيطرة، لهيك بتكوني صاحية اليوم. كمان طالعي طلبيات الموسم الشتوي، غير هيك تركت لك تعليمات مهمة يا ريت تستعجلي فيها ليلى. طيب طيب نيفين خانم، أنا فهمت. وأول ما يجي جواد بعتيه فورا اللي عندي. طيب مشي. بعد إذنك هلأ خليني لحق. شايفة حالة علي كتير هالحلوة؟ بتشوفي يا حب، ما حدا غيري مكسر لك منافسك. جواد بيك؟ نيفين خانم وصتني إنه تروح لعنده. طيب ميرفات، والله هالبنت مو تاركة ابني بحاله، بالظاهر انه هداك ابن الزناقيل ما اعطاها وش واجت تركض ورا اخوكي. اي خلص لا تكبريها، اي والله ما في شيء من هذا الحكي. بكره من الصبح رح اروح لعند نوران ورح اقول لها خلوها هلا تحل عن ابني. عاصي وناريمان ما بيرجعوا لبعض، كوني مرتاحه. ان شاء الله. عاصم شو صار مع ميرفات؟ انت رح يجي يطلبك. بس انتبهي خليه يخبرنا قبل بوقت مشان اعمل لك ششبرك وبقلاوه طيبين، ونوران بتجي بتساعدني. شو قليلة؟ بدهم يجوا يطلبوا ايد بنتي. امي كأنه انت مستقتلة وبس بدك تخلصي مني ومن همي. معقوله لو شبكي بنتي؟ بتمنى يا روحي انه شوفك مبسوطة. نوران اجيت. طيب ميرفت آسيا اهلا وسهلا يا عمري. اهلا
وين صهري؟ عاصي بالبيت ميرفت؟ لا يا عمري، هو بالمدرسة. هي أول يوم بيعطي درس، كان متوتر كتير. أنا كمان كنت رايحة لعنده، بس منيح إجيتي، منروح سوا. شو حابة أحضر الافتتاح بس ما قدرت. روحوا أنتوا لك، بعد بساعة بعود برجع مشان أخذك. طيب تخلي. ميرفت مين اللي على الباب؟ أمي، هي أنا اللي أجيت. ليش معصب مني يا زلمة؟ مو قصة ناريمان انتهت عندك وما عاد بدك ياها؟ ايه مبلا. ايه تمام، ليش معصب؟ ما في شي بيخصك بعلاقتهم بنوب، بتركها تشوف اللي بدها تشوفه يا. يعني انا ما عم بفهم، انت ليش مكبر لهالدرجة الموضوع بالله؟ عاصي، ممكن تقول الحقيقة؟ لتكون بعدك عشقان ناريمان وما بدك تقول. لا ولو ما في هيك شي. طيب شو مشكلتك يا زلمة؟ شيلنا من ناريمان يا. وما عاد تعمل معي هالفصول بقى، قلبي رح يوقفوا دقاته. يلا يلا يلا. تعا تعا. أنا ماشي هلا المسا بشوفك. بشوفك. لتكون بعدك عشقان ريمان وما بدك تقول. كيفك اليوم؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. عادي هون. عملتي عين العقل بجيتك لعنا. والله ضاقت خلاقي بالبيت كتير. آسيا بتعرفي إنه رح يجوا يطلبوا إيد أختك؟ شو فرحتيني يا ميرفت. إن شاء الله أنت يكون حظك أحسن وتكوني مبسوطة. تسلمي يا عمري. بتعرفي حابة أكون معك، بس كمال مو على أساس كنتوا بدكم تروحوا لعند عاصي وأنا روح لعند نوران وضلينا هون. آسيا أنت منيحة بنتي؟ إيه أمي إيه، كل شي منيح هونيك. أمي ريفان طفي تحت الطبخة، آسيا وقتها مو طويل. قوموا، أنا كمان بدي ألبس وأطلع. يلا. هونيك ما في أي شي منيح بنوب. جواد، اليوم عندي اجتماع مهم كتير مشان الشغل. موفق إن شاء الله. شكراً كتير. والأقمشة، أنا كتير حابة أسألك سؤال مهم بخصوصهم، يعني ممكن تجاوبني؟ طبعاً. طيب لو سمحت تشوفهم؟ بس دقيقة، الملف كان موجود هون. بس دقيقة. نيفين شو هاد؟ من إمتى هدول الصور؟ ما في شي مهم كتير. شو بدك بوجعة هالراس؟ ما تاكل هم، ما ناوية أذي فيهم أي حدا. شكراً كتير والله، ريحتيني. نيفين خانم وقت الاجتماع عم يستنوك. جاية فوراً. بدي أطلع على الاجتماع هلأ، منحكي بعدين. مرحبا أنسة. مرحبا أنسة. مرحبا أنسة. مرحبا أنسة. مرحبا أنسة. حلوين طلابنا ما هيك؟ بلا. معناها وأخيراً قررتي إنه تكوني معنا. مالي موت حالي على المدرسة رؤية، بس أبي وعاصي أصروا علي كتير، وما عندي أي غاية إني أزعجك أبداً بأي يوم. عاصي الأعمال اللي سواها عملت نجاح كتير، بعدين هالمدرسة كمان بتهمني، والموضوع الأول اللي بيهمني هلأ إنه اللي بنيناه ما يروح. مفهوم كتير. بدي أقول لك،
موضوع تاني مهم. كل ما بتيجي لهون انتي بتصير مشكلة عنده، وعاصي من دون ما يحس ما بيلاقي حاله إلا صار طرف بهي المشكلة. بس هو هلأ الشغل اللي عم يساوي أهم شي التركيز فيه، مفهوم؟ هون نحن بدينا بشي حلو، حلم كتير كبير. المطلوب منك ما تنسي هالشي ويكون أولوية عندك. وشكرا. مفهوم. وانت ارتاحي من هالموضوع او غيره، بيني وبينه ما في شيء. اوه، مين اجى لعندي على المدرسه؟ تعي. اهلا وسهلا باختي الغاليه. والله فرحت لك يا عمري، الف مبروك. تسلمي. اهلين ميرفت. اهلين اخي. اسلم. ناريمان. اهلا وسهلا. وفيكي يا عمري، شو مشتاقت لك. وأنا كمان مشتاقت لك. آسيا، رؤية ما بتعرفيها لسه ما؟ لا، ما صار نصيبي يتعرفوا على بعضهم أبداً. رؤية شريكتي هون، وآسيا أختي الصغيرة. سعيدة بشوفتك آسيا. أنا أسعد، أمي حكت لي عنك كتير بس الوصف قليل. شكراً إلك، وأنتي حلوة كتير. يلا تعي لورجيكي المدرسة لشوف إذا بتعجبك. طيب. ايه، انت شلونك ميرفت؟ منيحة. شو هالخبر الحلو؟ قال بلشتي بالتدريس؟ ايه والله اليوم. والله انا عقلي ملخبط وعم ياخد ويجيب. لو تقدري انت دخيلك تريحي قلبي شوي. امبارح لما شفت عاصي هون عندكم ما عادت عرفت شو بدي ساوي ابدا. لك شبك يا زهرة، ليش عقلك عم بياخد ويجيب وموسوسة بالموضوع وكله مو مستاهل بالمرة؟ هلأ عاصي وناريمان شكلهم رجعوا على العشق من جديد. ولك ما في هيك شي. كم مرة بدي أرجع عدلك نفس الحكي؟ ولك هنن أصدقاء وهالموضوع مسكر. ناريمان خلص نسيت عاصي وما عاد تفكر فيه بنوب بقى. وبلكي ابني هو اللي عم يفكر. زهرة، أنا عم بتوجع أصلاً، ما تزيديها على قلبي. بكفيني ليلى ومصيبتها اللي أنا مملاقيت إلا حل بنوب. شو عملتوا انتو بقصتها لكان؟ ناريمان الصبح راحت لتحكي بهالموضوع معه. بدي فخرية تعمل لي دوبارة بهالقصة. يلا قومي، أنا كمان تأخرت، لازم أرجع على البيت كمل الطبخة. نوران، بدي أقول لك شغلة، ما تزعلي مني بس. ابني عاصي ناريمان لهلأ لساته براسه. والله ابني وبعرفه، عقله عند ناريمان على طول. زهرة هلأ مو وقته. أهلا وسهلا. أهلين فايز بيك. نورتي زهرة خانو. فايز، بدي أطلع أنا وزهرة هلأ من البيت، رح برجع شوي تانية. جواد، انت ليش متوتر كل هالقد؟ صار لي زمان ناطر ماجد لشوفه، من ساعة حكيته وقال لي انه جاي ولهلأ ما كان يوصل. طيب ماشي، طالما قال لك جاي معناتها جاي. ليكون في شي مخبي عني ومو رضيان تقوله. لا، انا وماجد اليوم في كم شغلة بيناتنا، اشياء بتخص الشغل بس مهمة. ماجد بيك وصل استاذ. شكرا. ماجد وينك؟ صلي ساعة ناطرك وما كنت تعرف تجي. في أقمشة عنا بالمصنع شفتهم. شو الموضوع؟ في شغلة كبيرة. بدي أسألك سؤال مهم، بس خليك مروق وما تعصب. قول جواد. نيالكم كل وحدة عندها شغل ووقتها معبى، بس أنا لحالي ببيت حماية ومخنوقة على طول. آسيا، مو أنت هلأ حامل، لهيك بجوز ضايق خلقك وزهقانة. مو هذا الموضوع فخرية. الحياة تبعي هلأ صارت كلها نكد ومشاكل وتعب، ما فيها شي بنو. ما عم يجي عبالك شي؟ يا ريت لو بدرس وبكمل جامعة مثلاً،
شو ندمانة لأني ما كملت تعليم؟ وقتها كان ممكن يكون الوضع مختلف. مثلاً أنتي هون بلشتي شغل والله وفقك، بتعطي دروس بالرسم وبتساعدي عاصي بدروس الموسيقى، فخرية التانية كمان عم تشتغل هلأ. أنتي كمان دوري وشوفي شي شغلة. ما بيمشي الحال بنوم، أنا ما بيسمحوا لي أدرس حتى. أصلاً عن قريب البيبي رح يجي وخلص، ما عاد عندي أي شي. آسيا حبيبتي، الحياة هلأ لسه طويلة وفيها فرص، بس إذا ردتي تساوي شي لحالك. آسيا، بدنا نمشي بقى إذا خلصتي حكيك. طيب جاية فورا. مستنيكي برا. يعني حتى ما بيتركوها ترتاح؟ ضلي تعي زورينا. يعني ليش ما بتجوا انتو؟ هو دخانهم السبب، ما هيك؟ تخيلوا هالشغلة، انتو بس ساعة ما بتقدروا تتحملوا، بس أنا كل نهار خلقتي بخلقتها. لو سمحتوا خليكن واقفين معي. آسيا خلصيني. شبك فهمنا؟ يا الله دخيلك. آسيا اسمعي، لا تظني إنك لحالك. ليكي في عيلتك كلها واقفة معك، ورفقاتك على طول معك، فهمتي؟ شوفكم. الله معك. شوفي ناريمان وفخرية، ممنوع تشوفيهم منهم. ليش؟ انت مرة متجوزة آسيا، وهن عزابيات لهلا، والتنتين مطايقون. أنا كمال هدول رفقاتي من زمان، فهمت؟ بس مو رفقاتي، متجوزين نحن آسيا، وبصفتي جوزك عم بطلب انك تبعدي عنهم وعن حياتهم، وبالأخص هي ناريمان. لك ليش؟ ليش؟ لأنه رافعة مناخيرها كتير لفوق، والحركات اللي بتساويهم كتير نايطين وبلا طعمة. أصلاً أمي شافت هالبنت ما بتطيقها. هدول البنات بينزعوكي يا بنت. يلا ورائي. شكراً كتير. أوف. بس شو هالعرض المميز نيفين خانم؟ انت كيف بتعملي هالشي نيفين؟ انا وناريمان بتصورينا هيك؟ انا بتشكرك يا جواد، بسرعة نقلت الحكي اللي بيناتنا. ماجد، ممكن نحكي بغير وقت؟ يي، شو عم تساوي؟ تروك. شو هالصورة؟ بعتي حدا وراي ليراقب؟ موظفة حدا يلاحقني؟ شو اللي عم تعملي انتي؟ بدك اشرح لك كل الموقف؟ القصة ناقصة شرحني في؟ إذا صحت لك أي فرصة تأذي ناريمان أو تفضحية ما بتقصري بنوب. وأنا رح ضل واقف بوشك نيفين. أنا ما بسمح لك، ناريمان مستحيل تأذيها. ممكن تهدى شوي وتسمعني؟ شو معنى؟ إشارة بنستخدمها بالموسيقى وبتدل على نغمة معينة. عم تحكي صح.
طيب شو اسمه هاد؟ في حدا أخذ لنا صور ونحن سوا على البحر هداك اليوم، ممكن تنزل بالجرايد، لازم شوفك ضروري. يعطيك العافية. عدو عدو يا أولاد. كيف الأمور؟ منيحة. في شغلة مستعجلة مضطرة أمشي هلأ، فيك تاخذ مكاني بالصف لبين ما أرجع؟ طيب. هلا بشو كنتوا عم تحكوا يا حلوين؟ مفتاح الصول. ايه مفتاح الصول، مين في يشرح لي عنه شوي؟ امي؟ شو عم يصير يا؟ بدنا ننتقل؟ وبدون حيا ومستحى واقف عم تسألني؟ بلشت بتعزيل البيت يا حبيبي، انت ومرتك كزدرو وأنا وأبوك منقوم ننظف وسخهم بكل البيت. هودا، وين انشر هالتياب؟ أنا شو بيعرفني إسماعيل؟ والله متت أصلاً. خلاص أنت انشرهم. أي والله مكسور ظهري، عم بشتغل من الصبح لحالي. آسيا آسيا ساعديها. لا ما في داعي أبداً، يعني عادي كتير أبوك وأمك بيعزلوا البيت وكنتنا، تطلع تتمشى وتتمشور شو عليه؟ فيكي تستنيني بس أرجع بعزل معك. أنا بعرف أنت إمتى بتخلصي كزدرتك ومشاويرك، يعني معلش أنا بشتغل، أنت خليكي بمشاويرك. لا تواخذينا أمي، خلاص أنت عادي هلأ، آسيا بتشتغل. والله تعبت يا ابني، فطست وطلعت روحي جوعانة، النفس ما عم بقدر آخده. قول لمرتك مشان تطبخ كمان. طيب أمي بس ارتاحي وأنا بروح بالله. بتعرف أحياناً أختي كتير بتخوفني. شو هالعملة اللي عملتها؟ ما صدقت أنا كمان، بس بما أنه الصور موجودين عندها أكيد هي بتكون عاملتها. جواد كل شي لماجد وصلته بسرعة؟ زعلتني كتير بهالموقف. شو كنتي متوقعة مني نيفين؟ هلأ ليش الكلام؟ شو ما حكيت حكيك مو مقبول، بس هلأ مو هذا الموضوع اللي هاممني. ماجد عم دور عليه بس ماله موجود، رح لعند ناريمان يشوفها أكيد. ما تشغلي بالك أنت بنوب، المصور تبعك بيكون وراه هلأ، بعد لحظات منلاقي الصور هون. جواد شوف، إذا هلأ ماجد بتجيبه وبتخليه يرجع رح أقدر أشرح لكل حقيقة الأمر، ووقتها كلكم رح توقفوا تعتذرولي على اللي صار. ماجد شو الموضوع؟ في حدا مصورنا وقت كنا سوا على البحر، أنا آسف على هالموقف ناريمان. تعرف أنا من الصبح عم أقول إن شاء الله هاليوم يمرق بهدوء، بس مو ظابطة الشغلة. شايف ثمن وجودي معك قديش غالي وعم بدفعه؟ عم بدفعه ما عم يخلص، أنا انتهيت، عيلتي كمان انتهيت، بس ثمن حبي إلك ما عم ينتهي بنوب ماجد. لليوم البابا مو قبلان يحكي معي، وكل الإهانات مو موفرة، وبكل لحظة شغلة جديدة. حياتي تدمرت بسببك ماجد. ناريمان بوعدك إنه ما حدا يشوف هدول الصور أو حتى يستخدمهم، رح سوي الأمور بس وثقي فيني. ليش أنا ممكن أوثق فيك بيوم؟ شو شبكي خالي نوران؟ كأنك جاي بالسوق وجاي، في شاي صبلك؟ لا شو شاي، ما بدي، همي تحكي لي شو صار معك، بدي روح على البيت عندي شغل. قهوة بتشربي؟ لك فخرية نفختي قلبي، ليش ما عم تحكي شي بنتي؟ حكت ناريمان بالموضوع مع ليلى وما رضيت ترجع على البيت؟ ايه حكوا يا ايه. والله ليلى ما اقتنعت بنوب، شو اعمل؟
أخ شو ساوي يا ربي؟ فخرية بنتي أصلاً ما حدا غيرك بينفع معها، بلكي أنت بتجربي تحاكيها. دخيل هالوش يا روحي دخيله. بس أنا ما بعرف أحكي معها أبداً ولا شو الطريقة اللي رح تقدر تقنعها. أصلاً أنت اختصاصك هالمواضيع يا بنتي. اسمعيني فخرية، فكري خطتي المهم إنه ليلى آخرتها على البيت رح ترجع، فهمتيني ولا لا؟ أنا كمان قرب مخي طق، والله صبري خلص عم بقلك، وآخرتها بدي انفجر وأعمل شي مو منيح. وهلأ شو؟ ناريمان ما خلص درسها لهلأ؟ قديش بدها؟ والله دوامها مطول لسه. طيب معناها ماشي أنا على البيت. فهمتي علي شو؟ هلأ المهمة عندك. يا ربي دخيلك. ممكن أفهم شو سبب عدم ثقتك فيني يا ناريمان، بس جربي تكوني بمكاني شوي. كل الأمور الصعبة اجتمعوا علي. هيك كلهم سوا؟ ايه، وقت كنتي واقفة جنبي ناريمان بهديك الأيام ما كانوا عيونك يتطلعوا بهالبرد. ماجد، بس عم فكر شلون بدي أخلص من هالموضوع والشخص اللي عمله. مني فين الشغلة؟ هلأ وضحت الصورة ومين الشخص اللي عم اتعاطى معه. كل شي عملته من شان أبي ناريمان، ما في أي سبب غيره. مجبور كنت أعمل هيك. صحيح أنا ما عم أقول شي جديد، بس هذا هو اللي صار معي صدقيني. وأنا كنت جاهز ما أتخلى عنك، بس تورطت بكلمة. بعترف إنه غلطت فيها. صدقيني فيني صلح كل شيء. إذا بتسمحي لي هي المرة إني روح شوفه لأبوكي وأحكي له كل اللي صار معي. اصحك ماجد، اصحك تساوي هالشي بالمرة. بدي أمشي بسرعة هلأ، وكمان بابا المفروض ما يشوف هدول الصور بنوب. ما تخافي ناريمان، من اليوم ورايح ما رح أسمح إنه أي شيء يزعلك أبدا. أهلا وسهلا ميرفت. أهلا فيك. كيفك؟ منيحة، أنا منيحة، بس أنت يلي مو مبسوط. شو كأنه مبين علي؟ ما مبين. أنت كان بدك تجي لعنا، صار أي شي بخصوص هالموضوع؟ لا يعني لسه الموضوع شغال. اللي صاير هلأ أنه الحظ ضدي ميرفت. ما فهمت. ما أنا صار لي سنين ما عم أفهم ميرفت. ممكن تحكي بوضوح شوي؟ بنتي عايشة مساوت لي وجع راس. لأنه بدنا نتزوج؟ عم بتقول طلاقي أنا وأمها أنا المسؤول عنه، ومشان هيك متضايقة مني. ولما دريت أنه بدي أتزوج هلأ قالت أنه مو موافقة على هالشي بنوب. طيب شو رح يصير معنا؟ ما بعرف شو بدي قلك. يعني منقدر نأجل الخطبة ولو شوي لبين ما أقدر زبط ظروفي هالفترة. شوية وقت، بس شوية وقت عطيني بقنعها بالخطبة وبعدين رح نجي. بعلمي طلبت مني إنك تتزوجني، بعدين القبول تم.
وكلهم أهلي ورفقاتي عم يسألوني إمتى رح تجوا. مادام أمورك مو جاهزة لهالقصة، ليش إجيت وطلبت إيدي ووعدتني بالزواج؟ يا ريت تعطيني وقت كم يوم، بس كم يوم. ما رح أعطيك شي. ميرفت ميرفت ميرفت. شبك جواد؟ شو هو الموضوع المهم؟ والله أنا مثلي مثلك، نيفين بدها تقدم شرح على اللي صار. كمان هلأ في شرح؟ فيك ما تنفجر بوشي وتعيط علي وجرب تسمعني ماجد؟ تعا. مين هاد؟ المصور اللي لقط الصور كلها.